على ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها منظمات المجتمع المدني، وخاصة أن معظمها قد نزح إلى وسط وجنوب قطاع غزة، شبكة المنظمات الأهلية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمكننا من إنشاء هذه المحطة التي توفر فيها بعض الإمكانيات من أجل تسهيل عمل المنظمات الأهلية، سواء على صعيد مكان للعمل وأيضا لعقد الورش العمل والاجتماعات لهذه المؤسسات، وهو مرتبط بشبكة الإنترنت، وكذلك تتوفر بعض الإمكانيات المتاحة من أجل تسهيل عمل هذه المؤسسات، كهذه القاعة الآن التي توفر فيها بعض الخدمات، كل ممثل مؤسسة يجد مكانا للعمل من خلال جهاز اللابتوب الخاص به وإرسال رسائل، هذا مكان لعقد ورش العمل التدريبية وأيضا الاجتماعات. نحن نحاول أن نستثمر كل مساحة متوفرة في هذا المكان، حتى ما يسمى بالمطبخ الآن هو هناك ما نجلس من أجل تسهيل عمله، وهو أيضا يمثل كما قرر لشبكة المنظمات الأهلية، يعني هذه هي محطة العمل الأولى لمنظمات الأهلية، أيضا هي تمثل محطة إنسانية سواء لمؤسساتنا وأيضا المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة. سنسعى خلال أيام المقبلة لفتح محطات أخرى سواء في جنوب قطاع غزة في خان يونس، وكذلك أيضا سنعمل في غزة والشمال حتى يكون هناك مكان ملائم لعمل المنظمات الأهلية، بما عزز التنسيق والعمل المشترك فيما بينها وأيضا يسهل تواصلها مع مختلف الجهات.